محشي بطاطس، بطاطس محشية باللحمة المفرومة، وعملنا طبق سلطة، وعملنا سوبيا، عملنا سوبيا. اتفضلوا بقى. من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض بطاطس محشية باللحمة المفرومة. انا عندي بطاطس اهي، جبتها وغسلتها وقشرتها وقورتها وقالتها، يعني تقليها شوية على البوتاجاز، على في شوية زيت تقليها، يعني ما تحمرهاش قوي، نص قلية كده. وعندي لحمة معصجة، جبت معلقة زيت ومعلقة سمنة وبصلتين قطعتهم وحطيت عليهم اللحمة المفرومة وعصجتها على البوتاجاز، وحطيت معاها ملح وفلفل وشوية جوز، ورشة جوز الطيب. ولما استوت معايا اهي عشان احشي بقى اللحمة المفرومة. وعندي صلصة، جبت معلقة ثوم حمرتها في معلقة زيت ومعلقة سمنة وحطيت عليها الطماطم المصطفية وعصرتها، حطيت معلقة بقدونس، وعندي جبنة موزاريلا حطها على الوش. هنعمل مع بعض بقى النهاردة هنعمل بقى نحشي بسم الله الرحمن الرحيم، نحشي البطاطس. انا جبت اللي طلعين من البطاطس افرشيه في ارضية الصينية، او الحاجة اللي انت هتحطي فيها البطاطس، او تاخديها تعمليها بطاطس بوريه، تسلقيها في شويه ميه وتحط عليها شويه ملح وفلفل وحته زبده وتعمليها بطاطس. بصوا بقى انا هحشي البطاطس اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، من اللحمه المفرومه طعمها بيبقى جميل، وبتنفع في العزايم بقى بتبقى جميله، وعندك عزومه بقى وتعمليها بتبقى جميله، تشرفك في العزومه. بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطس تقطعيها حته من تحت كده عشان انت بتحطها في الصينيه تبقى قاعده كده في الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. سهله جدا اهي. تحشيها عادي يا لحمه اهي. بصي اهي. وترص. كده طعمها جميل، جربوها كده اهو، هتعملها على طول، تعملوا بقى لايك وشير بقى، متنسوش بقى تعملوا لايك وشير، اللي بيشوف أول مرة يعمل اشتراك للقناة ويضغط على الجرس. اعمل اشتراك واضغطي على الجرس وكلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. بصي بقى هي ما بتاخدش لحمة على فكرة كتير. اللحمة المعصجة دي بتحطها في التلاجة في علبة أو في كيس واحفظها في الفريزر. تبصي تعملي بقى أي حاجة تطلعها على طول بقى، تفك وتحشي بقى، شبه سمبوسة. والله ما خدتش من اللحمة بقى، هنستعمل الصوص. ترصيها كده اهوت واقفة كده، توقفيها في الصينية. بس فيها
اهي حبايبي شايفين كده الصلصة اهيت وهدخلها الفرن. هي مش هتاخد وقت معاكي تسوية عشان هي اصلا اللحمة مستوية، البطاطس واخدة تشويحة على في الزيت والبوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل معانا بقى طبق سلطة، ممكن تعملي معاها شوية رز بالشعرية يعني، بس وجبة متكاملة. بس بقى على وشها كده تحط شوية ايه جبنة موزاريلا، ده شكل بقى كمان جميل لما تطلع بقى من الفرن. دخلها بقى الفرن والجبنه ديت يعني اختيار عادي، ممكن ما تحطيش، مش عايزه تحطي، حطي لها معلقه سمنه. ندخلها مع الفرن، ودها الفرن البرتقال، ونعيدها من تحت، وبعدين لما تحمر لما تشرب الصوص اللي فيها ده تطفي من تحت وتولعيها من فوق، مش بتاخد وقت يعني في الفرن. هنعمل مع بعض بقى طبق سلطة على ما نعملش بطاطس يستوي معانا. بصل طماطم فلفل you
كزبره. هجيب بقى ولا احط فيها شويه زيت زيتون. شوية توب بقى وفلفل اخضر هرسه اهي اللي كنت عاملاها وياكم، واقلب كله بقى مع بعضه. الخلطه دي بقى بتدي طعم للسلطه جميل. شوف البطاطس بقى بتاعتنا السلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي البطاطس طلعت من الفرن اهي اهي، جميلة وريحتها جميلة، طالعة جميلة. كده هحطها بقى في طبق التقليه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف نعمل عليه بقى نار. شايفين بقى الجمال والريحه جميلة، ريحتها طلع جميل. لما تلاقيها ما غابت معاك في التسوية شوية تحط لها شوية مية. كيفة جميلة، اتفضلوا بقى. نعمل مع بعض بقى ميتين ايه سوبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بقى معلقتين سكر، معلقتين سوبيا، كوبايتين ميه مثلجة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي معلقتين كريم شانتيه، كريمة مخفوقة يعني. تنزلهم بقى في الخلاط، نضربهم ضربة كويسة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك لبن وعايزة تعمليها بلبن اعملي بلبن، ومية برضه هي مية مية
رمضان افطروا معاه. أتمنى لكم إفطارا شهيا، صوما مقبولا وإفطارا شهيا.